السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة. حبيت أقدم لكم اليوم كليتش أم التمر، هواية طيبة وعجينتها جدا هشة، وإن شاء الله تستفادون منها بهذه الأيام. خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. بالبداية يحتاج وعاء يكون عميق أو طازة، راح أخليه 3 أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، يعني ينفع للكيك، للمعجنات، للكليتشة. وهنا راح اخذ 1/2 ملعقة طعام من البيكنج باودر، افضل من الخمرة. البيكنج باودر هسه تشوفون قوامها بالنهاية شلون الطبقات. رشيت رشة هيل وخليت ظرف من الفانيلا و2 ملعقة طعام من السكر. مقادير جدا سهلة وان شاء الله تضبط وياكم هذه الكليتشه. هنا ذوبت زبدة، يعني ما خليتها تكون حارة، هاي مثل ما تشوفون تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونبدي ندخلها بالطحين. هذه المرحلة جدا مهمة، نحاول ندخل الزبدة بالطحين ونفرك الطحين بهذه الطريقة. حتى تتوزع الزبدة بالكامل على الطحين، رشيت رشة ملح بسيطة. إذا عندكم الزبدة تكون مالحة فما في داعي للملح. هنا راح أضيف 1/2 كوب حليب دافي، 1/2 كوب حليب دافي، راح أضيف عليه 4 ملاعق طعام تقريبا أو 3 ملاعق طعام من الحليب، يعني هذا المجموع الكلي بالكامل. شوية أكثر من 1/2 كوب أخذت، ما نكثر لها سوائل كثير حتى لا صير شكلها مثل المعجنات. طريقة العجن بهذه الطريقة، يعني ما تحتاج عجن نهائيا، بس تتجمع ويانا نتركها ترتاح، حتى لو هيك يصير شكلها مو متجانسة ما في إشكال، بس نتركها تقريبا 15 دقيقة، راح تشوفون شلون ترتاح ونقدر نشكلها. فما أنصحكم نهائيا تعجنون عجينة الكليتش هواي، لأن تصير مطاطية وتصير حال تصير حالها حال الصمون اليابس أو هيج شي. هنا راح أبدي أسوي الحشوة اللي هي التمر، أي نوع تمر متوفر عندكم. وما أنصحكم بالحشوة الجاهزة، تصير شوية بها حموضة إذا ملاحظين تصير لونها غامق. هنا ضفت 1/2 ملعقة طعام من السمنة أو الزبدة إذا متوفر عندكم، 1 إلى 2 ملاعق حسب طراوة التمر. وبالنسبة للنكهة، إذا تحبون تخلون رشة من الهيل، خليت الهيل، إذا حبيتوا تكثرون تقدرون، أو رشة من الدارسين ينطيها همينة طعم طيب. على نار هادئة لحد ما تصير ويانا هذه العجينة حشوة مرتبة، أحسن من هذه الباكيتات اللي تنباع جاهزة بها حموضة ولونها أسود طوخ، فنهائيا ما أنصحكم بيها. التمر هذا بسرعة يعني يتفلس عندنا وبسرعة نحمسه، يعني ما ياخذ 5 دقائق. تركت العجينة تقريبا 15 دقيقة وراح أبدي أشكلها. شوفوا شلون تنطي نفسها من بعد 15 دقيقة، صارت لينة. أخذت نصها وراح أبدي أشكلها يعني شلون الأصابع. طريقة سهلة، نسوي مستطيل مرتب، نشيل الزايد وبالنسبة للتمر بس أشوفكم ارتفاع العجين. هذا يكون ارتفاعها تقريبا 0.5 سم. نبدي نسوي التمر بهذا الشكل، ونخليه على العجين
هذه الطريقة أفضل من ما نطويها أكثر من مرة وتصير عجينة داخل الكليتشة. هذه طريقة الأصابع، تخلي النار توصل وتغلف الكليتشة على الداير، توصل العجين على الداير أحسن من ما نغلف العجينة داخل التمر. راح أقطعها، وبعد ذلك أهم شي نسكر الأطراف، وهذا الخط اللي راح نسكره يصير هو من الأسفل، يصير على الصينية. يعني هذا الشكل راح يصير على الصينية، والشكل الواضح والمصقول راح يصير من الأعلى. ندحرجها شوية حتى نسويها شلون الأسطوانة، شلون الأصابع. هذا الخط دائما نخفيه ونخليه من الأسفل. أهم شي نضغط على الجهتين الأطراف ونسكرهم بشكل جيد، نسدهم، وهكذا نكرر نفس العملية. جهزت أول وجبة، صارت عندي جاهزة. هاي تقريبا 4 أسطوانات من التمر. بالبداية نقسمها بالوسط، وبعدين كل جهة راح نقسمها 2، وكل جزء راح نقسمه أيضا 2. تحبون تشيلوها مباشرة بهذا الشكل وتخلوها على الصينية، أو تسووها على شكل أسطوانة تدحرجوها بإيديكم، شنو تحبون؟ هنا حضرت الصينية، دحرجتها شوية بإيدي حتى تصير شلون الأصابع أو الأسطوانة. لحد ما أجهز تقريبا كل الكمية. بالنسبة لللمعة راح أطليها ببيضة كاملة. إذا ما تحبون البيض تقدرون تخلون فقط بياض البيض، إذا ما تحبون تخلون الصفار. وهنا راح أخلي طرف نص ملعقة صغيرة بطرفها من القهوة سريعة الذوبان، النسكافيه، مو البن العادي، النسكافيه. تعطيها لمعة تصير براقة حلوة، وأيضا نشيل الزفرة بنفس الوقت. إذا يعني تحسون أكو بيض مرات يصير زفر، اللي يصير صفارة غامق على برتقالي، هذا مبينة يعني درجة الزفرة بيه. هنا من بعد ما طليتها خليتها على الرف الأول من الأسفل، شغلت النار مالت الفرن، شغلتها على درجة حرارة عالية، شغلتها على درجة حرارة عالية، وأول ما تبدي تاخذ لون من الأسفل راح أشغلها من الأعلى. هنا هذه العجينة اللي زادت عندي، بصراحة ما عندي بعد تمر، سويتها يعني على شكل قلوب صغيرة. طبعا طعمهم هواية طيب، خصوصا ويا الشاي. إذا عندكم أي شكل تقدرون تسووها دائرية مثل خفيفي، أو إذا عندكم هذا الشكل القلوب، شو ما تحبون. هنا من بعد ما أخفت لون من الأسفل شلت الصينية وخليتها على الرف الوسط وشقرت الوجه وصار هذا لونها. أتمنى تعجبكم، ريحتها هواية حلوة، وخليتها تبرد حتى تشوفون قوامها الحقيقي للعجين. هذا يكون شكلها. أتمنى من عندكم دعم قناتنا الأولى شاي مهيل،
وثانية شناشيل، وما تبخلون علينا باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء. أكون ممنونة من عندكم. في أمان الله حبايبي.